The vascular system. أيضا الجهاز الدوران يحتوي على شنو؟ على القلب والأوعية الدموية. راح نجي نشرح كل وعاء دموي ونشوف كل نوع من الأوعية الدموية ونشوف شنو يميزها وشنو وظيفتها. الأرتري أول شيء عندنا الشرايين الأرتريز اللي هي مفردها أرتر، تكون large highly elastic low resistance to the blood flow. تكون من صفاتها إنه تكون أكبر من بقية الأوعية، وتكون مطاطية أكثر، لكن مقاومتها للدم تكون قليلة. يعني إحنا عندنا كل ما يكبر الوعاء زين، كل ما إنه تكون مقاومته للدم تكون أقل. Small muscular arterioles of very resistance. دائما تكون الأرتريوز اللي هي الشرينات اللي هي بعدين راح تكوننا الأوعية الدموية الشعرية. هاي الشرينات تحتوي على شنو؟ مقاومة تكون تقريبا مقاومتها متنوعة، وتكون أكثر من مقاومة الشرايين نفسها. وظيفة الأرتري شنو؟ Transport the blood away from the heart، راح تنقل الدم بعيدا عن القلب وين تودي إلى أنسجة الجسم. Contain oxygenated blood exception pulmonary artery، طبعا الأرتري أو الشرايين تحتوي على شنو؟ الدم المؤثر اللي يحمل الأكسجين، وراح تنقله إلى أنسجة الجسم. عدا شريان واحد فقط بداخل الجسم هو اللي يحتوينا على الدم الغير مؤكسد اللي هو نسميه البولموناري آرتر. Composed of three layers، هذه الآرتريز تتكون من ثلاث طبقات اللي هي تونيكا أدفنتيشيا، contain connective tissue blood vessels and nerve اللي هي الطبقة اللي راح تحتوينا على الأنسجة الرابطة، وتحتوينا على الأوعية الدموية والأعصاب، نسميها تونيكا أدفنتيشيا. أما الطبقة الوسطية تونيكا ميديا اللي هي تعتبر سموث ماسل فايبر اللي تحتوينا على العضلات اللي مهمة بعملية التقلص والانبساط في الشرايين. وعندنا التونيكا انتيما اللي هي إثيليوم لاير، الطبقة المبطنة أو الطبقة الطلائية اللي تبطن الشرايين أو هذه الأوعية الدموية، نسميها التونيكا انتيما. طبعا هذا الفيجر يوضح لنا أهم الأرتري أو الفين اللي موجودة داخل الجسم. عندنا بالريد بلو العفو بالريد كولر هو الارتري، والبلو كولر اللي هو الفين. طبعا اهم هذه الارتري هو الاورتا اللي موضح باعلى الفيجر، اللي يكون يحتوينا على الدم المؤكسد. Artery wall اللي هي طبقات الوعاء الشرياني تتكون من تونيكا اكسترنا اللي هي نفسها تونيكا ادفنتيشيا الطبقة الخارجية، والتونيكا ميديا اللي هي قلنا تحتوينا على الطبقة العضلية او العضلات اللي موجودة بالشريان، والتونيكا انتيما اللي هي الطبقة الطلائية او الطبقة المبطنة اللي تحتوينا على الخلايا الطلائية اللي راح تبطن الشرايين من الداخل، وأيضا البيزمنت مندايل. The vascular system capillary، عدنا خلصنا الأرتري وهسه نجي على الكابيلاري. كابيلاري هذه شنو؟ شعيرات، نقصد بها الشعيرات الدموية اللي هي ماكرو سيركوليشن، نسميها ماكرو سيركوليشن. maintains constant environment for the cells and tissue، وأيضا exchange of nutrients
gases and waste. وظيفتها انه تحفظ توازن بين الأنسجة والخلايا، وأيضا هي يعني التراكيب اللي راح شنو راح عن طريقها يصير التبادل بين الدم وأنسجة الجسم، اللي راح إما يكون تبادل الغازات اللي هي الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والفضلات بين الجسم والدم، وأيضا الغذاء اللي هي الفيتامينات وغيرها من المواد. نشوفها بهذا الفيجر انه موضح بالريد كولر اللي هي الارتري، والفين يكون شنو يكون بالبلو كولر، وهذه اللي الاوعية اللي تخرج من الشرايين نسميها ارتريولز اللي يقصد بها الشريينات، والاوعية اللي تخرج من الفين نسميها فينيول اللي هي الوريدات. هذني راح يتشعبن اكثر فاكثر ويكون لنا الكابيلاري. هذه الكابيلاري اللي هي حلقة الوصل بين التشو سيل بين انسجة الجسم والدم، اللي عن طريقها راح تتم عملية تبادل الغازات والاغذية والفضلات. The vascular system vein. هسه احنا اخذنا الارتري والكابيلاري، وهسه اجينا على الفينز اللي هي نقصد بها بالاوردة. Composed of the same layers as arteries but thinner. تحتوي على نفس طبقات اللي تتكون منها الشرايين، لكن شنو تكون ارق. Transport deoxygenated blood back to the heart exception pulmonary vein. تحتوي الأوردة على شنو؟ على الدم الغير مؤكسد اللي راح وين؟ راح الخارج من القلب، وراح راح تنقله إلى الرئة. طبعا عدا هذا شنو؟ البولموناري فين. مثل ما نتذكر انه بالآرتري قلنا البولموناري آرتري، البولموناري آرتري اللي هو يحتوينا على الدم الغير مؤكسد، عكس الشرايين الباقيات اللي موجودة بداخل الجسم. زين البولموناري فين هنا هو اللي راح يحتوينا على الدم المؤكسد، هو اللي راح يحتوي على الدم المؤكسد. من المعروف انه الاوردة هي اللي تحتوي على الدم الغير مؤكسد، لكن فقط الوريد الوحيد اللي بالجسم اللي يحتوي على الدم المؤكسد هو البولموناري فين.